ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده الحمام. طبعا الطريقه بتاعته النهارده تبقى سهله وجميله كده، يعني ايه، حاجه مبسطه بحيث ان انتم تعرفوا تعملوه. طبعا الحمام ده انا منضفاه على ايدي من الالف للياء، بس اللي طبعا اللي كان ذبحه لي والدي، فانا هو بس ذبحه وانا ايه نضفته، وطريقة تنظيفه سهلة بإذن الله. في مرة كده هبقى أصورها لكم. النهاردة احنا هنعمل الحمام بتاعنا مشوي. فهنعمله ازاي؟ أنا جبت هنا بصلاية، بصلتين كبار، حطيت عليهم فلفل وكمون وحبة ملح ومعلقة سمنة بلدي زي ما انتوا شايفين كده اهو. أنا دلوقتي كده همسك البصلاية دي كده، يعني أفركها في بعضها جامد بحيث ان انا يعني امزجها كلها في بعض، يعني يبقى فيها تتمزج من الكمون والفلفل وحبة وحتة ومعلقة السمنة بتاعت البلدي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، دي طبعا اول حاجة احنا هنعملها عشان احشي بقى الحمام. في ناس بقى بتحشي الحمام بفريك وحاجات من دي، هو لي بصراحة كذا طريقة يعني، فانا بفضل حشي الحمام بالمرتة يعني زي ما انتوا شايفين اهو. هنحشي الحمام كله بتاعنا كده، وبعد كده بننضف الحمامة من بره ونشوف غيرها برضو، ونحشي ايه، نحشي يعني نكمل بقيته زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا الحشو بتاعه بيبقى سهل يعني، مفيش فيه حاجة اصلا، يعني هي بتبقى بطنها اصلا صغيرة، فما تحاوليش ان انت تكتري البصل بتاعك او الحشوة بتاعتك، عشان طبعا هي اصلا بطن الحمامة بتبقى صغيرة ما بتبقاش كبيرة يعني. بس طبعا بقى طلع في الطعم يعني حاجة جميلة جدا جدا، لان انا طبعا بدلت الزيت، معلقة الزيت اللي انا بحطها على المرتة بدلتها بمعلقة سمنة بلدي، فطبعا الطعم بتاعها خرافة جدا وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. فانا كده طبعا هكمله بقى بقية الحشو بتاعه اهو، يعني حاجة بسيطة جدا، مش مثلا مكلفة بقى، او ان انا مثلا عشان مثلا هاكل حمام بقى مش عارفه احشيه بقى مثلا بالخلطه الفلانيه، لا مش عارفه بايه، لا انت ممكن تعمليه بحاجات مبسطه يعني جدا. وكمان وانا بخيطه بقفل بطنه الابره اتكسرت، يعني بص الحظ كان جاي من كله يعني، فانا كتفته كده من رجلين، ودلوقتي كده انا بفتح من ناحيه من تحت الجناحات بتاعته، عشان طبعا لما اشوحه ويتحط في الميه بتاعه الشوربه بتاعته، او ان انا مثلا احط له الشوربه بتاعته، النرتة اللي جواه تستوي. لازم طبعا اي حاجه انتوا بتعملوها فتحوها من تحت الجناحات بتاعتها كده فتحه صغيره بس كده بالسكينه، ما تحاولوش تغوطوها قوي عشان ايه ما تفتحش معاكي يعني. بس يعني هي طريقه سهله كده وجميله، وما شاء الله الحمام ده على فكره تربيه ايدنا، من الشريه من بره ولا حاجه. هعمل لكم برضو كذا حلقة عن تربية البط والفراخ بإذن الله، والحمام قريب بإذن الله هنزل لكم كام فيديو كده عن تربية البط وازاي ترقليه وتطلع من تحت منه بط وكلام من ده كده. زي ما انتوا شايفين معايا في حلة حطيت فيها معلقة سمنة بلدي، وحطيت معاها حبهان ومستكة، وبدأت ان انا اشوح الحمام بتاعي كده الاول تشويحه كده تكون حلوه كده، بحيث ان هو كده يختلط كله كده بالسمنه البلد، وتبقى بقى ايه حاجه بقى مزاج المزاج زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبحاول ان انا برضو اقلبه بايدي مش بمعلقه ولا حاجه، يعني انا بشيل كده مثلا من المكان البارد واعمله. شايفين كده بقى الشكل بتاعه عامل ازاي؟ اخد لون ذهبي جميل اهوت. طبعا انا هشوحه يعني خليه يشوح جامد، بحيث ان هو كله يبقى لونه مدي على اللون الذهبي كده، عشان طبعا الطعم يكون فيه مركز للسمنه البلدي ويبقى طعمه جميل. طبعا احنا ما مش طبعا احنا دوت عشان مثلا مش دوت حمام يعني هتبقى الاكله تقيله وكده، لا معلقه السمنه البلدي مش هتعمل اي حاجه. دي بقى بقيه البصله بتاعت اللي فاضت المرته، انا دايما بحط فيها الكبد والقوانص كده بنقحهم فيها شويه كده حلوين، بحس ايه ان ياخدوا من الطعم، وبعد كده بزود عليها الميه وبكبها على الحمام، وبتبقى الطعم بتاعها خرافه خرافه خرافه. انتوا بس كده جربوها لما يفيد معاكم، مثلا حبه مرته جربوا كده حطوها في الشوربه مثلا مع البطه او الفرخه او الحمام او السمان، جربوا وباذن الله هتدعوا له مش هتدعوا عليا، ما تخافوش.
دي كده بقى خلاص كده انا حطيته على النار اهوت، اسيبه بقى يغلي، واول ما يغلي اشيل الوش بتاعه اللي هو الريم بتاعه، اشيله خالص عشان طبعا دوت بيخلي الشوربة تغمق، فانا مش عايزاها تغمق، انا عاوزاها لونها فاتح. هغطي عليها بقى كده واقوم سايباها ايه يعني المية تغلي عليه عشان اخد الوش بتاعه الاولاني، زي ما انتم شايفين كده اهو، هي كده دلوقتي كده تقريبا هو كان استوى، كان قبل ما انا اطفى عليه، فهو كده خلاص والشوربة بتاعته فاتحة مهاش غامقة اهيت. دلوقتي كده بقى انا حطيته كده في الصاج زي ما انتم شايفين، بعد ما استوى. فانا دلوقتي انا هعمل بقى ايه، جبت معلقة سمنة بلدي كده زي ما انتم شايفين اهو، وهاخدها كده بالفرشة بتاعت اللي بدهن بها الصواني وكده، فهاخد بقى طبعا عكها كده، اقوم ايه جاية على على الحمام ادهنه خالص كده، ادهن بيه يعني ادهن وش الحمام كده والظهر بتاعه، هي معلقة واحدة بس يعني مش هكتر، وكمان يعني مش هستعملها كلها فاهمين يعني، بس ايه يعني حاجة بس كده عشان ايه ما احطه في الفرن يبقى ايه يديني كده شكله ذهبي كده جميل كده. فانا زي ما انتم شايفين كده اهو ما هكترش، يا بس مجرد بس ان هو بس يشم بس كده السمنة بتاعته عشان ايه يدينا الطعم بتاعها زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بقى هخلص دولك وهقوم على طول منزلاه في قلب الشواية علشان اشويه. طبعا في ناس هتقول لي هتشوي في الشواية، اقول لهم اه طبعا. اي على فكرة ان الفراخ عندي لما بعملها بحطها في الشواية، البط في الشواية، الحاجة السمان الحمام في الشواية، في ناس بتعمل زيت كده سخن زيت وتحمر فيه وكده، لا 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 الحاجات دي ما عادش حد بيعملها طبعا، انك تقعد تسخني بزيت بقى وتدخن الشقة والكلام دوت، كل الحاجات دي سريعة كده، بس طبعا هو بيبقى مشوي في قلب الشواية طلع بقى فاهمين، ريحته بتبقى جميلة جدا جدا جدا، وريحة السمنة فيه بتبقى حلوة. طبعا انت مبتكتريش عشان هو حمام بيبقى تقيل شوية، فانت بتحاولي يعني على قد ما تقدري ان انت ايه تبقى الحاجة معاكي وسط يعني. انا كده دخلته كده دلوقتي تحت الشواية اهو، طبعا بقى هسيبه بقى يتحمر ويشوى كده واقلبه من وقت للتاني، اقوم مقلباه وهو زي ما انتم شايفين كده، ده الشكل بتاعه النهائي، اي حمام مشوي في قلب الفرن. طبعا بقى لا تقولي لا فحم ولا شوايات ولا اي حاجة، هي في الشواية بتاعته البوتاجاز وخلاص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك.